من 6 شهور بس أعلنت عن المشروع ذا ريفت، واحد من أحلى المشروعات الإدارية والتجارية اللي موجودة في شرق القاهرة في مدينة مستقبل سيتي. والنهاردة بعد 6 شهور بس عملتوا بروجرس هايل في السيلز. عايزين نتعرف من حضرتك على آخر تطورات مشروع ذا ريفت. النهاردة الحمد لله رب العالمين بندش المرحلة من أهم مراحل مشروعنا، المرحلة الثالثة. إن شاء الله يعني تفرجوا على تفاصيل مبهرة فيها إن شاء الله. احنا الحمد لله بدأنا من حوالي 6 شهور ونص، دلوقتي خلصنا فيز 1 وفيز 2. النهارده بنداش المرحلة من اهم مراحل مشروعنا في مشروعنا ذا ريفت بيزنس بارك. المشروع احنا بنعتبره ان هو واحد من امز المشاريع التجارية والاستثمارية المتكاملة، اللي بنعمل انه يكون اداة فعل وقيمة مضافة للسوق عشان حجم التطور اللي بلدنا بتشهده في البنية التحتية والمدن الذكية. ونتمنى ان احنا نكون فرد من افراد المنظومة دي ان شاء الله. ايه اللي بتطرحوه في المرحلة الثالثة؟ والله احنا بنطرح في يعني زي ما بيقول القلب النابض بتاع المشروع كله، اللي بتحتضن الليك اللي موجوده في المشروع، اللي هي الكونسبت بتاع المشروع نفسه. بالطرح اللي المشروع فيه فاسيلتيز كتيره، يعني في اماكن كلها مطله على الووتر فيتشر، كلها الكافيهات والمطاعم والجام ومبنى كله مبنى تجاري كامل، مبنى كمال سراب مول كله، في مجموعه بنوك وصيدليات وشروم ومطاعم مطله على محمد بن زايد المركزي والاوساطي مباشر على طول. هيكون كله للبيع ولا في حاجات هتبقى مخلينها للايجار؟ بص، النهج عندنا ان احنا في عندنا تقريبا اولموست حوالي 30% من المشروع مش مطروحين للبيع، دومت اللي هيضمنوا جوده تشغيل المشروع زي دار السينما والكيزيريا والهايبر ماركت ومجموعه البنوك والدرايف ثرو والجام. دي حاجات احنا لازم نضمن بيها ان الكواليتي التشغيل، عشان اصعب المشاريع هي المشاريع اللي ممكن تبيعها وتمشي. ده اختيار ذكي جدا، لان كل الحاجات اللي حضرتك قلت عليها هي اللي بتخلق ترافيك او بتعمل حركه في المشروع كبير. ده حقيقه نعم. واحنا خدنا الخطوه ديت على كاهلنا ان احنا نعملها من اول يوم. النهارده بنطرح برضو مبنى مكون ما أكثر من 20,000 متر، جي بلس 3، مكون من جام متكامل، نقدر نقول يعني ان هو تقدر فيه كل احتياجاتك، سويم بول، ليفلين مختلفين خالص بالنسبه للرجال والنساء منفصلين كمان. عندنا اكتر من حوالي 14 مطعم وكافيه في قلب الحاجه، احنا هنسكن البراند فيها بنفسنا على اساس نكون يعني نقدر نحط الثقة ما بيننا وما بين عاملنا ان احنا في التشغيل هنكون مختلفين خالص ان شاء الله. كنت متوقعين السرعة الكبيرة دي في المبيعات؟ ده كان هدف من اهدافنا. البوزيشن اللي كان في اللي قدرنا نعمله المشروع وجودة المشروع والبرايم لوكيشن اللي المشروع فيه ادانا الحمد لله رب العالمين مساحة كويسة جدا من ماركت شير بتاع السوق، ان احنا الحمد لله رب العالمين حققنا ارقام كبيرة جدا. ان شاء الله نأمل النجاح ده يتكرر مرة واثنين وثلاثة ان شاء الله، ونخلص فيز 3 بشكل كبير جدا، ونعلن ان شاء الله في السنة الجاية على مشروع جديد يفاجئ السوق كله ان شاء الله. النجاح الكبير للمشروع اكيد ليه عوامل كتير، هل من ضمن العوامل دي الفريق الكبير من الكونسلتنتس اللي تعاونوا معاكم في المشروع ده؟ حقيقي طبعا، احنا من اول ريبراند ومن اول الماركتنج ومن اول الديزاين الامر مختلف خالص، سواء كان بالكونسلتيشن احنا بنشرب بيهم كلهم حقيقي، وكانوا اد فاليو بالنسبه للمشروع. بالنسبه لشريكنا العظيم مجموعه رابو على راسها مستر جعفر حسين، الناس دي حقيقي ناس فاهمه جدا وشريك شريك نافع جدا، شريك من اول يوم بيترك مساحه للعمل مع المراقبه الكبيره، بس من غير يعني المراقبه اللي لا تؤذي التنفيذ، يعني مش قليله خالص في الماركت، كلهم فعلا هم الافضل في مجالهم، احنا المحظوظين بيهم والله. وانتوا بتختاروا موقع المشروع فضلتوا مستقبل سيتي عن اي مكان تاني، النهارده شايف حضرتك ان ده قرار افاد المشروع؟ حقيقي ده من افضل القرارات اللي خدناها في عمرنا كله. يعني مستقبل سيتي من الاجهزه المتطوره والاجهزه المختلفه جدا عن جميع الاجهزه اللي موجوده في الدوله، حقيقي من الحاجات المميزه جدا الحمد لله رب العالمين. احنا بنستند في مشروعنا على جانب كبير جدا وهو شريكنا العظيم مجموعه الرابع. مجموعه الرابع لها اكثر من مدرسين في مستقبل سيتي شغالين بالفعل، ومن اوائل الناس اللي كانوا موجودين في مستقبل سيتي. احنا ده كنا محظوظين بيها، الواحد لما يبقى محظوظ بالنسب احنا محظوظين بنسبنا وشراكاتنا مع مجموعه الرابع، ناس شغاله مع مستقبل سيتي باكثر من اول الناس اللي عمرت فيها، ومن اول الناس اللي عملت ترافيك بشري
على قلب على مستقبل السيتي. فده احنا محظوظين جدا. فاحنا بنبني على بني على 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 قواعد ثابته وقواعد قويه جدا. نتمنى ان احنا نكون قد المسؤوليه اللي اولادها بينا مجموعه الربوه. ان شاء الله نقدم حاجه كبيره جدا في برايم لوكيشن. احنا محظوظين بيه جدا الحمد لله رب العالمين، وحقق نجاحات مبهره الحمد لله رب العالمين.